السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة كده مع بعض هنعمل الأيس كريم الاقتصادي بنص كيلو حليب. هتعملي الأيس كريم ومن غير كريم شانتيه ومن غير حليب مكثف، وطعمه حلو جدا جدا، هتجربيه ويعجبك بإذن الله. يا ريت لو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو جديد تشوفيه بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة كده مع بعض هنعمل أيس كريم الفانيليا. هنعمله بالحليب يا جماعة، طعمه حلو جدا جدا. هنعمله من غير كريم شانتيه، من غير حليب مكثف، هيبقى طريقة سهلة جدا ومكوناته إن شاء الله هتبقى في بيتك. أول حاجة معايا نص كيلو من الحليب. الحليب ده طبعا غليته الأول واستنيته لما برد تماما، وبعد كده هبدأ أشتغل فيه. نص كيلو الحليب هاخد معايا 4 معالق من السكر، السكر العادي مش سكر بودر. دي قشطة وش اللبن، لو انت عندك بتغلي اللبن شيل القشطه بتاعته هيعزز معانا الطعم قوي. ومعايا بودره الكاستر، ده الكاستر اللي انا هستخدمه معاكم اهو، اي كاستر طبعا عندك متاح مفيش مشكله، هناخد منه معلقتين بس. ده كاستر فانيليا يا جماعه هيبقى طعمه مميز جدا. طب لو انا ما عنديش الكاستر ممكن نستخدم النشا العادي. ومعايا طبعا فانيليا بما انه ايس كريم فانيليا. اول حاجه كده احط السكر معانا، احط كده كيس الفانيليا، واحط معايا كده معلقتين كبار من بودره الكاستر. نبدأ نقلب الخليط بتاعنا كده على البارد. طبعا معانا القشطة يا جماعة من وش اللبن دي هنخليها الآخر خالص. كده خلاص أنا دوبته كويس جدا معايا. طبعا لازم تدوبي النشا، سواء نشا سواء كاستر، لازم تقلبيه كويس جدا على البارد عشان طبعا ما يتلكعش معاكي على النار. كده خلاص أنا حطيته على النار زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا بفضل أقلب. مينفعش طبعا تشيل إيدك من على النار عشان ما يتلكعش منك. طبعا يا جماعه قوامه هيبقى كريمي كده، مش هيبقى متماسك زي المهلبيه يعني، لا لان احنا حاطين نشا قليل. حد ممكن يقول ده كده مهلبيه او ده كده كاستر، لا في خطوه هنعملها تخليه اكنه ايس كريم بالظبط. هو كده خلاص بدا يربط معايا اهو، شايفين كده قوامه كريمي معايا اهو. في المرحله دي هبدا احط كده القشطه بتاعتي. لو ما عندكيش قشطه بقى من وش الحليب هتجيبي علبة قشطة جاهزة من بره، لأن دي اللي هتعزز معانا الطعم جدا. نبدأ نقلب كده القشطة معانا اهي. كده خلاص هو جاهز معايا، أبدأ أصبه كده في علبة التلاجة. كده خلاص حطيته معايا كده في العلبة زي ما انتوا شايفين. كل اللي هعمله ان انا هستنى لما يهدى تماما، وبعد كده نغطيه وندخله معانا التلاجة لمدة أقل حاجة 3 ساعات. كده خلاص خرجت الايس كريم معايا من التلاجة، شايفين شكله طبعا يا جماعة على الشكل ده، هو كده مخرز معايا وفي قطع تلج، سامعين طبعا كده ماهوش ناعم معايا. ايه اللي يخليه بقى ايس كريم؟ يعني ممكن حد يشوف يقول ده كده يعتبر مهلبية مثلا او كاستر. اللي يخليه معاكي يدوب ويبقى ناعم جدا ويبقى ايس كريم خطوة الضرب اللي احنا هنضربه دلوقتي، هنضربه في الكبة. كده ابدأ احطه في الكبة معايا، سامعين في قطع من التلج اهي، لازم بقى تضربيه كويس جدا. عندك بقى كب، عندك هاند بلندر المتاح عندك، المهم تضربيه كويس جدا معاكي، سامعين يا جماعه. كده في كده تلج مجروش اهو، كده ما يعتبرش ايس كريم. اللي هيخليه ايس كريم الضرب الكويس جدا. طيب في ناس ممكن تقول لي مدته في التلاجة قد ايه في المرحله الاولى؟ على حسب ما يجمد معاكي يعني، مش وقت معين، لان ممكن يختلف التلاجة عندي من عندك. كده خلاص انا ضربته معايا زي ما انتم شايفين كده، لازم يبقى ناعم بالشكل ده. وانا طبعا بضربه يا جماعه زودت فانيليا، زود الفانيليا خلى الطعم قوي جدا. وعايز اقول لكم بقى في المرحله دي لو دقتوه هتلاقوه ايس كريم فانيليا بالظبط، طعمه حلو جدا. تخيلي بقى نص لتر حليب حولناه لايس كريم ببساطه ومن غير كريمه ومن غير اي حاجه، هتجربيه ان شاء الله هيعجبك جدا. ابدا اصبه معاكم اهو. كده خلاص الايس كريم معايا صبته زي ما انتم شايفين كده. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هدخله معايا الفريزر اقل حاجه يا جماعه 6 ساعات، تمام، وهخرجه بقى اوريكم شكله بقى عامل ازاي. كده خلاص الايس كريم معايا كده بقى جاهز زي ما انتم شايفين كده، خرجته من الفريزر. نبدا نقدمه مع بعض. ادي شكل الايس كريم معانا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اهو. كده خلاص قدمت الايس كريم زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. ممكن تحطي عليه بقى رشه مكسرات لو انت حابه، ممكن تحطي عليه صوص شوكولاته، تحطي عليه صوص كراميل زي ما تحبي، ما شاء الله تحفه وطعمه حلو جدا هيعجبك باذن الله. ده كده شكل الايس كريم معايا، شايفين يا جماعه شكله تحفه ازاي، وعايزه اقول لكم طعمه حلو جدا، هتجربوه يعجبكم باذن الله ما شاء الله، يعني طعمه خطير.
ان شاء الله يعجبكم جدا. يا ريت ان عجبكم الوصفه، يا ريت ما تنسونيش بقى كده في اللايك والشير. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه.